خط السكة الحديدية الجديد، وهو يربط جزءا من الغرب بالشرق من تسمسيلت إلى برج بوعريريد، شق كذلك ولاية المسيلة على مدى 151 كيلومتر، فتعدى وظيفته في نقل البضائع والأشخاص ليساهم في فك العزلة عن منطقة مثل بوطي سايح. فرحنا لما تفتحت هذا المحطة نتاع القطار، وفرحة كبيرة. كنا نعانوا، كانت عزلة كبيرة هنايا باش نتنقلوا للولاية. كنا نروحوا للسيد عيسى، ما كانش نقل، ونلحقوا متأخرين. الآن الحمد لله عليك يا ربي. كنا نديروا الروطار، أنا واحد من جامعي كنت ندير الروطار، كانوا يقولوا لنا نديروا حتى إكسكري كنا نروحوا هكذا. ودوك الحمد لله قلت لك أنا نروحوا من المسيلة، الحمد لله نديروا ساعة. صورة جميلة تجسدت للتنمية في دائرة عين الحجل وبلدية بوطي سايح، بعد أن أصبحت تحمل هذين المحطتين الجديدتين المبنيتين بمقاييس معاصرة تجمع بين الجمال وأمن وراحة المسافر، مؤشر عن أن مشروع السكة الحديدية يراد منه الكثير في التنمية. الخط هو خط مختلط لنقل السلع والبضائع، تصل سرعة القطار إلى 160 كيلومتر في الساعة، وهو عامل مهم في ربح الوقت والجهد. الدور المحوري الذي يلعبه هذا الخط هو ربط ولايات الوسط بولايات الغرب الجزائري نزولا إلى الولايات الجنوبية. استغلال هذا الخط بداية من منتصف 2023 استحدث كذلك وجهة تنقل غير اعتيادية للسلع والأشخاص، مختصرا الوقت والمسافة والجهد. هو إنجاز خاصة بالنسبة للولاية التي أقطن بها اللي هي ولاية السمسيلت. يعني في فترات سابقة كان نجد صعوبة في التنقل، والحمد لله أصبحت رحلة يعني اللي كانت تقطع في ساعات أصبحت في ساعة أو ساعة ونصف. وقت محدد وملتزم ومليح يساعد المواطن، فيه 40 دقيقة ماكسيموم، 40 45 دقيقة ماكسيموم من المسيلة البرج يساعد. في الجهة الغربية لهذا الخط توسعة قيد الإنجاز ستربطه بين تسمسيلت ووهران مرورا بتيارت وغليزان، ما يجعله خطا استراتيجيا بكل المقاييس.